البرزنتيشن جاهزة طبعا. طيب ممكن نشوفها فين؟ هي جاهزة، ممكن بس استأذن حضرتك الباشمهندس سامح يعرض هو الأول، وعبال ما نشرب القهوة بتاعتي وبعد كده نعرض. فنجان قهوة إيه يا ابني؟ ده أنت شارب 3 جالون قهوة لغاية دلوقتي، وبعدين باشمهندس سامح أهو. وبعدين مهندس سامح إيه اللي يعرض الأول؟ تعرض من زمان وخلص. بجد والله؟ علاء؟ علاء؟ إيه في إيه؟ بيقول لك سامح عرض خلاص. ايه ده والله عظيم، والله ما خدت بالي. طيب يا باشمهندس، احنا ممكن نعرض البرزنتيشن عادي، مفيش مشاكل يعني. احنا جاهزين؟ مش احنا جاهزين؟ ايوه احنا جاهزين، احنا جاهزين جدا، بس انا افضل ان احنا نعرضها قدام حضراتكم لايف. ازاي؟ صحيح، زنقني ازاي؟ حضراتكم شوفوا انتوا عايزين تسالوا الروبوتس في ايه، وتفضلوا خدوا راحتكم خالص وخلص وصحينا يعني. طيب فين لذيذ وزومبا؟ اهو. هما فين دول؟ انتوا ما جبتهمش معاكوا ولا ايه؟ بس انت نسيتهم؟ الله يخرب بيتك يا ايهاب، انت وابنك ومراتك ومراتي. قولوا اي حاجه، قولوا اي حاجه. واحنا كنا جايبينهم معانا حضرتك، بس واحنا نازلين لقيناهم كانوا لسه نايمين. نايمين؟ فاصلين، قصدي فاصلين. ما انا قلت فاصلين، سوري معلش. عموما يعني مش مهم الاختبار ده، احنا اكيد يعني مش هنعتمد على اختبار واحد. انا مش عايز كلامي يتفهم غلط او اني بستغل الموقف او حاجه، بس واضح جدا ان انا اللي اجهز. صاحي بدري، شارب نسكافيهي، معايا لابتوبي، طاقتي حلوه في الكلام، باشمهندس يونس لسه بيفوق من النوم. علاء ايه هو مين ده؟ ده رئيس مجلس الاداره. والله انت نزلت النضاره كده عشان تشوفه احسن يعني؟ طب يا جماعة، أنا شايف عشان نبقى فير يعني إن إحنا هنعمل كذا اختبار كده عشان نقيم الروبوتس، علشان نقدر نقول أني مشروع هيكمل وأني مشروع هينتهي. إحنا جاهزين. لا ما ينفعش، مش في يوم يعني، مش النهاردة، ده إحنا كذا اختبار وفي سكور وكده. للأسف والله إحنا كنا جاهزين النهاردة. طب أستاذن حضرتك تقول لنا بس إيه نوعية الاختبارات؟ لا طبعا ما ينفعش، من ضمن شروط الاختبار إنك تيجي ما عندكش أي فكرة عن مضمون الاختبار. بس يا أنكل هنبعت ميل لكل واحد من حضراتكم بمكان ومعاد الاختبار. لا وعلى إيه بقى حضرتك، ما تعملوها لنا مفاجأة أحسن. طبعا مفاجأة، المهم تبقوا أنتوا جاهزين. إحنا جاهزين. وياريت كمان لذيذ وزومبا يكونوا جاهزين. لا زومبا لا، إحنا هندخل الامتحان ده بلذيذ بس. اختبار؟ انا قلت اختبار، سوري معلش. احنا زومبا برضو شايل لنا الحاجه اتقل يعني. لا لا معلش، ما ينفعش، احنا العقد اللي بينا على الاثنين، احنا اصلا مش هنقيم الروبوت بس، لا احنا هنقيم شغلكم ككل. صح كده،